أخبار اليوم. خلقنا مختلفين، أديان، أشكال، ألوان، لغات، عادات، تقاليد، كل حاجة. محدش يقدر يخلي الناس، أنا قلت الكلام ده قبل كده، محدش لا قدر قبل كده ولا هيقدر بعد كده يخلي الناس حاجة واحدة. محدش هيقدر ده. انا بقول ان ده محدش هيقدر يعمله. اسمعوا، احنا كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. بس انا عايز اقول حاجه، خلينا نقول الكلمتين اللي انا نفسي اقوله لكم. لان احنا في مصر اللي علمت على الاف السنين البشريه والحضاره بتعلم دلوقتي. ايوه اتعلم دلوقتي. بتقول للناس تعالوا انتوا بتعملوا ايه؟ بتقول للدنيا كلها، بس عقبال ما الدنيا كلها تسمعنا وبعدين تعرف اللي بتسمعه مننا وبعدين تنفذ اللي عرفته مننا وبعدين يتحول لعادات وتقاليد بين الناس هياخد سنين طويله. ده طبيعه البشر. كنت بتكلم مع طيب والله يعني خلونا نتقف على طول بقى. كنت اسمعوا، كنت بتكلم وانتوا طيبين، كنت بتكلم مع احد المفكرين من كام يوم كده، بقول له من فضلكم احنا عايزين نعمل كتاب او كتب تعلم الناس ان الدنيا مش زي بعضها، من اول ولادنا اللي في المدرسه الصغيرين لغايه اللي في الجامعه، نقول له مش زي بعضنا ويقبل ده. مش يقبله بس، يقبله بحب، لان هو ربنا خلقنا كده. فدي واحده. النقطه الثانيه، حاضر، النقطة التانية اللي عايز اقولها لكم، لو احنا عملنا ده هندي المثل والنموذج للمحبة الحقيقية بين الناس، بين الناس وبعضها البعض. مفيش حاجة تقلبنا ولا حاجة تعذبنا ابدا. دي نقطة تانية. تحيا مصر بيتي، تحيا مصر بيتي. اخر نقطة هقولها لكم، انا عايز اقول لكم لا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، واحنا مصر، تحيا مصر، اهل مصر، مش بالسيسي بقى، تحيا مصر، اهل مصر كلها. طب اسمع، طب اسمع، بس بابا هيزعل. خلي بالكم، احنا اتأخرنا عليكم في ترميم واصلاح اللي تم احراقه. اتأخرنا ان شاء الله السنه دي كل اللي متأخر في قداسة البابا هيكون اسمحوا لي اقول لكم، يا ريت تقبلوا اعتذارنا في اللي حصل ده، يا ريت تقبلوا اعتذارنا في اللي حصل ده. ما كانش واحد ف ان شاء الله السنه دي. حاضر، السنه دي ان شاء الله، ونكون لو لينا عمر ونصيب من اهل الدنيا لا السنه الجايه ما يكونش في بيت واحد من بيوتكم ولا كنيسه واحده من كنايسكم الا ما نكون رد عليها.
تفضل مننا، ده مش تفضل مننا، ده حق، واحنا مش هننسى ابدا. اسمعوا طيب، اسمعوا طيب، مش هننسى ابدا لكم ولا القداسة البابا الموقف الوطني المشرف العظيم اللي اتعمل خلال الفترة دي. انا بشكرك يا قداسة البابا وبشكركم كلكم مرة ثانية. كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم، وعيد سعيد علينا كلنا، والسنة الجاية إن شاء الله تبقى خير وسلام وأمن واستقرار بينا كلنا. في الآخر تحيا مصر بينا كلنا، تحيا مصر بينا كلنا، تحيا مصر بينا كلنا. كل عام وانتم طيبين.